في هذا اليوم لا نخاطب أهل الكوفة فقط، بل نخاطب الذين يذهبون إلى الحج. إن في مثل هذا اليوم قتل مسلم بن عقيل الذي بعثه الإمام الحسين سفيرا إلى العراق، وكان الأجدر أن يمهدوا لقدوم الإمام، ولكن لكثرة التهريج وبث الإشاعات سجلت كربلاء واقعة أليمة بدل أن تسجل يوما وانتصارا عظيما، بسبب الذين اهتموا بالمهم وتركوا الأهم. إن العبادات كلها مهمة، من صوم وصلاة وزكاة وحج بيت الله، ولكن لا خير في عبادة ليس فيها من أعطى لها الأهمية وحافظ عليها مضحيا بكل ما يملك، ولا خير في عبادة ليس فيها عهد وعقد وبيع للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فهو المنتظر لإقامة الأمت والعوج، والمرتجى لإزالة الجور والعدوان، والمدخر لتجديد الفرائض والسنن، والمتخير لإعادة الملة والشريعة، والمؤمل لإحياء الكتاب وحدوده.